الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. مرحب حبابكم عشرة. في ظل تجوالنا الدائم في كل بقعة من بقاع السودان، شدينا الرحال إلى شرق النيل، منطقة البامبوناب. حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا من البامبوناب. نحن ويتو ندخل على البامبوناب، نشوف الناس هناك ونقابلهم ونشوف حلقتنا الليلة فيها شنو. أولى محطاتنا، وتابعوا معنا. مرحبا بكم في حلقتنا الليله من البامبوناب، محطه جديده وسؤال جديد، نتابع مع بعض. الله يديك العافيه، ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك. دقيقه، الله يكرمك، الله يبارك فيك. ان شاء الله طيبين ما شاء الله، الحمد لله، الله يسلمك، بارك الله فيك. الحمد لله، ان شاء الله طيبين، بارك الله فيك. يديك العافيه، الله يسلمكم، بارك الله فيك. طيب، مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل مع اهلنا في البامبوناب، وسعيدين نلاقون كل حفاوه وترحاب واستقبال. واول شيء نتعرف عليكم. عبد العزيز الحسين الصديق. عبد العزيز، ما شاء الله تبارك. انا والله لاحظت ملاحظه اول ما جيت داخل الحله، في دقون كبيره كده. الله يكرمك. والله انا اسال عن عائله عبد العزيز، لقيت صغير، قلت يمكن ضيف. والله قلت عبد العزيز يمكن ضيف حق ضيوف كده. نحن سعيدين في البامبوناب، ونكون لافين معاكم، ونكون في شرق النيل. الله يبارك. انا بسال سؤال يا اخواني، والعارف الاجابه يسكت لحد ما يجي الدور. انا بحوم على الناس براي، بعرف بجي كده، ومره بشيل جاي ومره بشيل جاي. البامبوناب الاسم جا من وين؟ البامبوناب اسمه جاء من المكسبيلي رحمة الله عليه، عنده بيت ولدت، جابت ولد أخضراني زي البامبون، أخضر شكله زي البامبون. ليش البامبون ده الصفقة الفوق بتاع الأخضر بتاع البصل، بتاع البصل. أي ذول لون أخضر. أي ولدت جابت النسل بتاع ناس البامبوناب دي، للولد جابوا ده أخضر، أخضر زي البامبون، زي البصل اللي بفوق. أي بس أخضر زي البامبون، زي الجنسية القديمة بس. الله يا اخوان، اول مره ينزل خدر يعني. طيب، دي روايتك انت. طيب، انا احنا بناخذ اجابه، بنتمنى لك التوفيق. هنتعرف عليك. غاسم محمد عوض الكريم الحسن البامبوناب. البامبوناب، مرحبا حبابنا. البامبوناب ده احياء؟ لا، قريه كبيره جدا. لا، مقسمه كيف؟ يعني الناس قدامنا ولا بالاسم بالاحياء؟ لا، احياء بالاسم بالفرقان. فرقان شنو؟ هاي في النجماب، وفي الضفع اللاب، وفي القراقيب. ايوه، انتوا وين؟ احنا في القراقيب. القراقيب، ايوه. طيب، انا سؤالنا الاسم جا من وين؟ من جدنا الكبير محمد قرابيب. هاي لما انتوا ما حيقول البامبوناب كلها. البامبوناب عامه يعني. هاي الاسم من وين؟ الاسم من الرجال الاخ زي ما قال عبد العزيز، نفس جدنا كبير شال الطفل كده وسلم عليه وقال اخضر والله تشبه البامبون. والبامبون ده عندنا جزيره المزرح فيها، والمشرع هسه حاليا شغال بتاع بامبون ذاته، مشرع بتاع بهايم وبتاع هناك، مشرع كبير جدا. جدك رفع الشافع كده؟ رفع الشافع كده. قال عبد العزيز ما قال سؤال. لا، انا قلت عبد العزيز قال المره ولدت جابت الولد اخذها. انا قلت كده. عبد العزيز دارت لو يمنا ساي. وده جده الرفع. طيب، نتعرف عليه. بابكر محمد الحسين. بابكر. من البامبوناب. من البامبوناب. جاتوا فريق القراقيب. القراقيب، جار ده؟ يعني الخال. خالك وزاد؟ ما شاء الله، اهل يعني. يعني اي ناس جدهم منطقتهم برا. الله يفتح عليك. طيب، البامبوناب الاسم جاي من وين؟ من الاسم بتاع بامبون اصلا. اللي شو؟ الحجر ده بتاع بامبون، وجاء جدنا زي ما قالوا سموه بامبون، وبعد كده سموا في حجر اسمه بامبون؟ الله يفتح عليك. يعني سمد على الارض ولا على الحجر؟ على الحجر من مشرق. طيب، ناخذ اجابه. مرحبا بكم، متواصلين معنا، نتعرف عليكم. مرحبا، يوسف بابكر احمد. يوسف، مرحبا بكم من البامبوناب. نعم. فريقكم شنو؟ فريقنا؟ طيب. أصلاً هي الحلة فيها 9 فرقان. 9؟ شنو شنو؟ أول حاجة 9 فيها قراقيب، فيها ضفاء اللاب، وفيها النجماب، وفيها الشلوخاب، وفيها القدالاب، وفيها القدراب، وفيها الفالحاب، وفيها لا الكمبالاب. كمبالاب، ايوه. نحن كمان ذات احتمال نستغر هني تسمونه الشروغاب. اي خلاص، هاي عملنا بيوت برانكو ده الشروغاب. ايوه، والبامبوناب في البامبوناب الشروغ. الاسم جه من وين؟ الاسم اصله طلع من قديم الزمن، اصله كان الناس بيزرعوا بصل. طيب،
وبزراعة البصل نفس الشيء، عنده مشروع اسمه مشروع بنبون. نعم. حسه موجود ومن 2017. نعم. المشروع ده أصله ولد طفل. الطفل ده طلع مشروع ولد طفل؟ لا، المرأة ولدت لها طفل. المرأة ولدت لها طفل، والطفل أخضر. بيشبه البنبون، قالت والله حقه ده يشبه البنبون، سموها البنبوناب على حسه كده. من ولادة الجندة؟ من ولادة الجندة. سمت البنبون. أيوه. طيب دي جاء ما شاء الله. دقن. مرحبا بك. الله يرحمك. نتعرف عليك. معاذ مصطفى فضل الله. معاذ مرحبا بك. يا تو فريقته؟ الفالحاب. الفالحاب. نعم. جدكم منو؟ فضل الله العوض الفالح. فضل الله العوض الفالح. طيب سؤالنا، الاسم جاء من وين البنبون؟ جاء من طفل كذا صغير سموه أخضراني، هو يشبه صفق بتاع البصل، عليه كذا سموه البنبون. على البنبون بس. نعم. طيب ناخذ إجابة، متواصلين نتعرف عليه. أهلا مرحبا. الاسم منو؟ نور الدايم عباس الحسن. نور الدايم، يا تفريق في قرابيب. ها؟ أولاد قرباب. أولاد قرباب. طيب نحن سعيدين نكون مع. أول شيء الاسم جاء من وين؟ الاسم ده أول حاجة. نعم. المسمى. نعم. من أهدى الشيخ إدريس ودى الأرباب. نعم. الاسم ده عمره 600 سنة. نعم. والمناسبة بتاعتها بأنه حبوبة بنت الملك شبيلي أنجب الطفل. نعم. والطفل ده لما جاء في عهد الشيخ إدريس. نعم. حصل أنه راعي والده. نعم. كتل الولد. نعم. وجاء الشيخ إدريس في عهده وفدى الدية بتاعة الراعي. نعم. وهدى ليهم الأرض من حتى مشرع اسمه بنبون إلى حجر الدفيسة، وسمت على أساس أنه بقت فدية لولده اللي توفى بكتل الراعي له. والعهد بالنسبة لها كوجود كأرض عمرها 600 سنة، سمت البنبوناب دي هي أصلا من قبيلة المسلمية، وده العمر اللي تواجدوا فيه في المنطقة دي، ويسمت على جدهم اللي هو حبوبتهم بنت الملك شبيلي. طيب المناطق جنبكم اللي حواليكم شنو؟ اللي حوالينا أول حاجة حوالينا عسيلات، وحوالينا يعني أحامدة، وحوالينا محس، قبائل متآلفة وعاشوا في مودة إلى الآن. الناس شغولها هنا شنو؟ الناس شغولها رعي وزراعة. رعي وزراعة. الزراعة مشروع؟ الزراعة بتتحدد بالنيل. والرعي طبعا أرض خلوية، وفي الوقت الحاضر حوالينا مشروع اسمه مشروع الواحة. لا. اللي هو بمؤسسه مؤسسة الدولة، لكن الآن اللي بيعمل فيه وبينتج اللي هو أسامة داود. شيخ إدريس الحسن. شيخ إدريس الحسن. نعم. من ياتو حي؟ حي ولد ضفعة الله. هي الأحياء دي كلنا إحنا أسرة واحدة كونونا، لكن ده أحياء. نعم. ده أولاد فلان، ده أولاد فلان، يعني في سبعة ثمانية أحياء. ثمانية بيجيد أولاد فلان، أي بيجيد تقول لك دوت قدال، دوت فلان، دوت فلان، لكن إحنا كلنا أسرة واحدة. طيب الاسم جاي من وين؟ الاسم زي ما ذكرت لك بأنه في المرضية ولدت ولد صغير طفل أخضر شكله زي البنبون بتاع البصل الناب الجديد دي. نعم. فالمرأة قالت لأبوه فلانة جابت لها ولد سموه محمد لكن أخضر زي البنبون، تدي شنو؟ قال لي بديه قطعة أرض من حتة يسمى بنبون ذاتها إلى الخديمية، الخديمية هنا عندنا بيجاي. نعم. ف بقى جدا نازل كلهم، بقى جدا نازل كلهم، ولغايه دلوقتي في مشرع اسمه مشرع بنبون، سميت على الغريب ويسم بنبون ذاته اسمه محمد. نعم. اما بنبون قفر. طيب نحن ناخذ اجابه نتعرف عليه. الياس موسى الحسين. الياس يا تفريق. والله فريق اولاد بابكر واسمهم القراقيب، اولاد بابكر. اولاد بابكر. طيب زمان البنبوناب زمان وهسه في فريق؟ انتم حضرتوا زمن كمان؟ والله في فريق، لازم في فريق. الفريق كان في شنو؟ والله الفريق كان في الطيبة وفي الكرم وفي لا زمان المنطقة بتكون يعني صغيرة يعني. أيوة قدر ما كانت صغيرة. كان صغيرة والبيوت ما كان في حيشان وما كان في كلها، بس ده فاتح في بهبداد وكل في أيوة أيوة البيت وكشاشة قدام. لا لا طوالي الكشاشة اللي بيجي فيها السمبر ديك شنو؟
ما صح؟ ايوه هسه في؟ السمبر في والله العظيم والله السمبر بذكرك الشاشة وزمان ما في الابزاز ان احنا تمسك فيه في لا والله بيقولوا لنا شنو الماسك الكشاشة دي الشعبة الشعبة ايوه تدور كده ديرة ديرة الحمد لله ديرة ديرة خلاص والبنات والاولاد يلعبوا سوا هاي شليلو شليلو هاي شنو زمان ها؟ شليلو شنو؟ شليلو شدت وحرت يا سلام الله ايوه اصلا الله يلبي الاستيشن الله يقول لي زي شد زي اشتغل بك معك هذا زمان ده زمان الكوفسي البلاي ستيشن زي شد هتفرني وتفرك وزمان الناس ذاتها ماكل اللقمه ما انعدم والله يندفر كيت ترجع تقدر انت تمسكه والله يا سدين عطست فيك طيب الاسم جي من وين؟ والله الاسم جمي من برضه من مشرع بامبون كان بيقوم فول بامبون ده البصل ده ايوه وسمي عليه بامبون على الارض على الارض نحن سعيدين في المحطة دي نسأل عن الاسم ونحن في البنبوناب يا اخواننا في شرق النيل وطبعا يا اخواننا زي ما انتم عارفين دائما اي منطقة بنمش لها خاصة منطقة زي دي كلهم اهل وجدهم واحد اي معلومة في المنطقة يعرفوها الناس كلهم لا اول زول بيقول الاجابة غالبا ما يكون اجابته هي الاجابة الصحيحة ودائما بيكسب معانا لكن احنا قصدنا نوصل معلومه ونشرح معلومه لكل الناس اللي بيشاهدونا عشان يتابعوا انت منو عبد العزيز الحسين يا اخواننا عبد العزيز اول زوج قال الاجابه الصح صفقه لعبد العزيز يا اخواننا مبروك عليك عبد العزيز نمشي العربين نشوف الجاي يلا نحن سعيدين في المحطه دي نسال في البنبوناب عن الاسم ويا اخواننا الروايات في روايات كثيره للاجابه قلنا البنبونات الاسم جاي من وين البنبوناب يا اخواننا هي الأرض الزراعية اللي بيزرعوا فيها البصل دي إجابة وفي إجابة يعني رواية قديمة إنه بنت الملك أنجبت لها طفل والطفل قالوا لونه أخضر وزي ما قالوا هنا في البنبونا بخيدر كذي بخيدر كذي زي صفق البصل من فوق سموه بنبون استمد عليه الأرض وأي واحدة من الروايات اللي إحنا في حساباتنا صح هو الزول قال إجابة صح بيكسب معنا الجيل اللي قال على بنت الملك ود الملك ود بنت الملك قال ولده وخيدر كده زي البنبو ها زي البنبو وخيدر كده زي البنبو وخيدر كده الجيل اللي فايز معانا يا اخواننا عبد العزيز انا ما اعرف قلت له الجيل عبد العزيز يا اخوان عشان عبد العزيز نرضي عبد العزيز فايز معانا يا اخواننا بيقف بصل مقدمه وفوق فوق فوق ورق خيدر كده عبد العزيز فاز بالتلفزيون مقدم من قناه شروق صفقه لعبد العزيز يا اخوان ها مهندس انا ذاته قايم مهندس واقع انت نديك له جديد يا خسر صلح مراكز نفتح العربيه بسم الله صفقه لعبد العزيز صفقه